أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، إذ يقول الكاتب علي حسين: هل أصبت بالدهشة وضربت كفا بكف وأنت تشاهد الدبلوماسي العراقي وهو يتفرج على لعبة كرة القدم داخل قبة الأمم المتحدة؟ وهل أصابتك نوبة من الضحك وأنت تقرأ بيان وزارة الخارجية التي أخبرتنا أنها تتابع موضوع الصورة التي تم تداولها لموظف دبلوماسي شغل عن متابعة واجباته؟ أرجوك أن تكمل بيان الخارجية الذي تبشرنا فيه بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها، ولم تخبرنا الوزارة للأسف من وضع هذا الدبلوماسي في منصبه وأي واسطة أصرت على أن تأتي بمشجع من الدرجة الثالثة لتجلسه على كرسي داخل الأمم المتحدة. منذ سنوات والحكومة تكافئ النواب المتقاعدين وأقارب السياسيين ومجموعة من الذين ساهموا في وضع هذه البلاد على خارطة الدول الأكثر فشلاً بطرح أسمائهم للعمل سفراء. يقول الكاتب: من وجهة نظري إن هؤلاء أفضل من يمثل العراق في الوقت الحاضر، فالفشل الداخلي يجب أن تصاحبه وجوه فاشلة تمثله في بلدان العالم. قرأنا قبل عام من هذا التاريخ كيف وضعت الحكومة القائمة التي أعدت للسفراء، فهذا ابن النائب فلان وذاك شقيق النائب علان وهذه ابنة السياسي المعروف، وهؤلاء من عشيرة المسؤول الكبير، وهناك الأصدقاء والأحباب. كل هذه الكفاءات حولت سفاراتنا إلى ملتقيات سياسية وفكرية تشرح للعالم كيف استطعنا أن ندحل الإمبريالية في عقر دارها، وأن نتفوق في الصناعة والعلوم والتعليم والصحة على بلاد السيد جونسون الذي قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء لأنه أقام حفلة صغيرة أيام الحجر الصحي. منذ أن ترك ساستنا المعارضة وجلسوا على كراسي السلطة، كان واضحا للمواطن أنهم لن يتخلوا عن مقاعدهم، وأنهم يعدون أبناءهم وأقاربهم وأصحابهم لمناصب جديدة. لذلك تراهم يتقافزون في الفضائيات، يتبادلون الشتائم واللعنات، لكنهم يجلسون تحت قبة البرلمان لكي يفصلوا ثوبا جديدا لمؤسسات الدولة على مقاسهم. وضعنا سفيرا هوايته الصيد بالقاذفة، وسفيرا آخر يتباهى بدشداشته في أسواق موريتانيا، وسفيرا طاف البلدان من مصر إلى الفاتيكان إلى الدنمارك وبانتظار أن يحط الرحال في جزر الواقواق، ميزته أنه أقارب سياسي كبير. ونقرأ مقالا للكاتبة هيفاء زنقنة تحت عنوان: العراق يسبب الصداع للحكومة البريطانية. إذا كانت الإدارة الأمريكية تكتفي بين الحين والآخر بالتعبير عن قلقها إزاء ما يجري في العراق من أحداث تكاد تفكك البلد، فإن الحكومة البريطانية لا تختلف عنها كثيراً، بل تسايرها كتفاً بكتف حسب تعبير رئيس وزرائها السابق أثناء الإعداد لشن الحرب العدوانية عام 2003، ويلازم تعبير القلق. وما يلازمه من صداع الحكومة البريطانية مهما كان الحزب الحاكم، وعلى الرغم من الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت توقيعها اتفاقية التعاون الاستراتيجي منتصف العام الماضي الملزمة للجانب البريطاني بما هو أكثر من إبداء القلق، إن لم تعمل على تطبيق بنود معينة على حساب بنود أخرى وفق مصلحتها، بناء على منظور طرحه تقرير أخير للبنك الدولي يشخص فيه الخصائص الثلاث التي تكمن وراء مآزق العراق: حكمه السيء والاعتماد على الثروة النفطية والتنوع العرقي والإقليمي. بالطبع يتعلق الأمر بالنفط، لا يمكننا إنكار ذلك حقا، كما قال الجنرال جون أبي زيد الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية والعمليات العسكرية في العراق في عام 2007. وليس النفط هو السبب الوحيد لشن الحرب،
فقد شملت طبخة التحرير وبناء الديمقراطية تأمين سلامة الكيان الصهيوني، وانعكست بقوة على فتح الأبواب أمام تهافت الحكومات العربية على توقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، فضلاً عن صفقات السلاح وعقود الفساد الخيالية لإعمار ما قامت بريطانيا وأمريكا بتهديمه. هذه الحقائق قد ينسينا إياها الانخراط اليومي في تفاصيل الوضع السياسي بكل صراعاته الحقيقية والمفتعلة ومن مختلف القوى والدول بضمنها الشركاء. ولعل اقترابنا من الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة تشرين أكتوبر وتكلفتها الغالية من حياة الشهداء سيذكرنا بأن أمان واستقرار الشعب العراقي ليس استراتيجية بريطانية أو أمريكية، بل هو الاستراتيجية التي يجب أن نعمل على تحقيقها بأنفسنا ونحن ننظف دارنا من الفساد. وصفت صحيفة الاندمند البريطانية الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوع في أعقاب مقتل الفتاة مهسا أميني بأنها شيء استثنائي. ويرى الكاتب أن النظام الديني في إيران حرم الناس لعقود من الزمان من حقوقهم الأساسية، وأن الحجاب الإلزامي هو مجرد المظهر الأكثر وضوحاً لكره النساء الممنهج والاستخفاف بكرامة الإنسان. ويتحدث الكاتب عن مضايقة الشرطة للنساء وأحياناً الرجال بسبب الطريقة التي يختارون بها ملابسهم، وكذلك اللافتات التي تملأ الشوارع والأماكن العامة وتأمر النساء بارتداء الحجاب وتؤكد على ضرورته وأهميته. ويرى الكاتب أن رد الفعل على وفاة أميني كان فوريا وانتشر مثل النار في الهشيم. وفي ظل عدم وجود ملاذ ضمن النظام السياسي أو القضاء أو المشهد الإعلامي الذي يحتكره الإسلاميون الموالون المرشد، لم يكن أمام الإيرانيين سوى النزول للشوارع والاحتجاج. أقرأ أيضا الحرس الثوري يلاحق مارادونا الإيراني بسبب الاحتجاجات. ويختتم: سواء نجحت في إحداث تغيير من عدمه، فإن انتفاضة سبتمبر أيلول من عام 2022 الشعبية التي أعقبت وفاة أميني والطريقة التي اجتذبت بها الإيرانيين من جميع أطياف التركيبة السكانية معا ستكرس بالتأكيد كلحظة فخر في تاريخ الأمة ومسارها الديمقراطي. إن أكثر الفيديوهات إثارة للمشاعر التي جاءت من إيران خلال الأيام الماضية لم يأتي من طهران أو غيرها من المدن التي شهدت الاحتجاجات، وإنما جاء من سجن في بلدة سارفان النائية في جنوب شرقي البلاد. ويظهر في الفيديو الإيراني سليم الله حسينبور وهو سجين سياسي من عرقية البلوش، سجن بتهمة نشر مواد مناهضة للنظام الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي، وبزعم مشاركته في احتجاجات عام 2019 دعمه للاحتجاجات من داخل سجنه عبر حلق شعره في إشارة لدعمه للنساء اللاتي يقصصن شعرهن في أعمال تحد علنية لما تفرضه عليهم السلطات من لباس. ويقول الرجل في الفيديو: لا يمكنني الاحتجاج من أجل أختنا الكردية لأنني في السجن، ولكن كعمل من أعمال الاحتجاج سوف أحلق شعري، متابعا: نحن أمة واحدة وبحاجة إلى دعم بعضنا البعض. ويرى الكاتب أن شيئا استثنائيا يحدث في إيران، وفي لحظة تطور سياسي واجتماعي تتجاوز الاحتجاجات نفسها، وقد يكون لها تأثير عميق على المجتمع والسياسة الإيرانيين لسنوات قادمة. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مجتبى نجل المرشد الأعلى علي خامنئي مرشح لخلافة والده في منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، على الرغم من أنه لا يملك أي منصب حكومي رسمي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لم تسمهم قولهم أن مجتبى مسؤول عن الإمبراطورية التجارية لوالده، وله تأثير في تعيين مسؤولين أمنيين والإشراف في بعض الأحيان على أجزاء رئيسية من جهاز الأمن الإيراني.
ونبه مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إلى أن مناطق نفوذ نجل خامنئي في الحكومة الإيرانية تشمل العمليات العسكرية والاستخبارية الدولية وقوات الباسيج، وهي جماعة شبه عسكرية مترسخة بعمق في جميع أنحاء البلاد. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في المملكة المتحدة سنام وكيل: مجتبى قريب من جهاز الأمن، وبحسب وول ستريت جورنال فإن ظهور خامنئي الأب وهو يمهد لابنه للخلافة أمر مثير للجدل في إيران، حيث اندلعت ثورة عام 1979 بتثبيت حكم رجال الدين ورفض الملكية الوراثية باعتبارها فاسدة. لفتت وول ستريت جورنال إلى أن المؤسسة الدينية الإيرانية رفعت رتبة مجتبى إلى آية الله، وهو لقب ديني مرموق يحتاجه ليصبح المرشد الأعلى لإيران في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الترفيع جاء قبل أيام من نشر أنباء تفيد بتدهور صحة خامنئي الأب البالغ من العمر 83 عاماً خلال الأسابيع الأخيرة قبل أن يظهر علناً مؤخراً. ورأى محللون إيرانيون أن صعود مجتبى يمثل تحولاً بعيداً عن القيادة الدينية التقليدية التي كانت حاسمة في تأسيس الجمهورية الإسلامية، فيما فسر آخرون الظهور العام المتزايد لخامنئي الابن بأنه علامة على تشدد الخط المعادي للغرب في البلاد في وقت تتعثر فيه المفاوضات النووية ويتدهور الاقتصاد في الداخل ويتزايد الاستياء الشعبي من الحكم الإسلامي. واعتبر المحللون أن نجل خامنئي يمثل بدلاً من ذلك الجماعات شبه العسكرية ورجال الدين الأكثر تطرفاً الذين ظهروا في السنوات الأخيرة كأقوى الجهات الفاعلة في البلاد. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقال رأي للكاتب العمود روس دوثات، تحدث فيه عن التهديد النووي الذي ربما أصبح الآن أقرب من أي وقت مضى بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تصعيد الحرب في أوكرانيا واستخدام أسلحة الدمار الشامل. وقال الكاتب في مقاله إنه على مدى ما يقارب 8 عقود ارتبط احتمال اندلاع حرب نووية بحسابات استراتيجية معقدة لا تتجزأ عن أنظمة القيادة والسيطرة وتخضع لمناورات حربية شاملة، لكن كل تحليل أو محاولة للتنبؤ باستخدام الأسلحة النووية يعود إلى نقطة غير قابلة للقياس، ألا وهي كيف سيختار الممثل البشري التصرف في اللحظة الحاسمة. يرى الكاتب أن هذه المعضلة تستحق التأمل، لأن العالم ربما يكون الآن أقرب من أي وقت مضى إلى استخدام الأسلحة النووية، ويعتمد ذلك على الحالات العقلية غير المعروفة للدكتاتور الروسي بوتين. يمكن القول إن خطاب فلاديمير بوتين هذا الأسبوع الذي أعلن فيه عن تعبئة واسعة النطاق في حربه ضد أوكرانيا قد جعل الخطر النووي أقرب قليلاً وجعله يعمق الصراع التقليدي، لكن التهديد النووي لطالما ارتبط باليأس الروسي في الخروج منتصرين من هذا الصراع، وهو ما أكدته الخطوة الأخيرة التي اتخذها بوتين. ومن شأن هذه السياسة التي لا تحظى بتأييد شعبي جعل حكومة بوتين أكثر عرضة للخطر داخلياً مما كانت عليه من بداية الحرب حتى هذه اللحظة، بينما لا تعد بأي يقين من النجاح العسكري. في أحسن الأحوال قد تساعد التعبئة روسيا على التمسك بانتصاراتها المحدودة والمكلفة للغاية، وفي أسوأ الأحوال سوف تدفع المجندين البائسين أكثر نحو جبهة منهارة. وأشار الكاتب إلى أن خطاب التعبئة كان صريحا في وعده بأنه لن يسمح ببساطة بالانهيار الكامل حتى لو كان ذلك يتطلب استخدام الأسلحة النووية، وبذلك يعلن بوتين بشكل أساس أن روسيا تنوي استيعاب أوكرانيا داخل نطاقها من خلال تنظيم استفتاءات في المناطق المحتلة منها.
والآن نتابع معنا رسوم الكاريكاتير. نشرت صحيفة العرب الجديد تقريراً مصوراً عن التمور في مصر وتابعت يمكن للناس الاستمتاع وتناول التمور الطازجة مباشرةً بعد التقاطها من النخيل أو تناول التمور المجففة التي تظل صالحة للأكل تماماً حتى بعد مرور فترة طويلة. ورصدت الصحيفة عدداً من الصور توضح كيف يتم جني التمور في مصر وتحديداً في مزرعة تمور تقع في منطقة سقارة جنوب القاهرة، حيث رصدت صوراً توضح مزارعين يفرزون التمور المجنية حديثاً، كما رصدت صورة لمزارع يتسلق شجرة النخل لجني التمر. والتمور عامة تحتوي على أنواع المعادن مفيدة للجسم كافة، إضافة إلى الفيتامينات والمركبات الغذائية النباتية مثل النحاس والحديد والمغنيسيوم والمنغنيس. تعد جبال شعت إحدى عجائب محافظة الظفار العمانية، فهي جرف صخري ينحدر من ارتفاع نحو 1000 متر ليطل على بحر العرب، وتكسو الجبال الأشجار الكثيفة خاصة في فصل الخريف، وما يجعل منها أحد أبرز المعالم السياحية التي تستقطب محبي الطبيعة الخلابة ومياه البحر الزرقاء. تقع منطقة شعت في ولاية رخيوت القريبة من الحدود اليمنية ضمن سلسلة جبلية طويلة تسمى جبال القمر، وتتمتع بطبيعة جغرافية استثنائية. ولا ندعوكم إلى متابعة هذه المادة الفيديوية التي اخترناها لكم من مواقع الصحف. الطوب ده طبعا بالبحر بفيض وبجيب الطمي، وبعد ذاك بالبحر الفيضان بينتهي وبيجي بيحصل الجفاف، وبعد ذاك بيكون طمي، بعد ذاك ان شاء الله بيلخبطوه بالزبل بتاع الفضلات بتاعت البهايم ويصبوه في القوالب ويبقى طوب يحرقوه ويبقى طوب إن شاء الله. أنا شغال شغلتين تيانا، أنا شغال 15 سنة قاعد نخمر ونعمل هنا ندق طوالي، يعني يقلبوا بعدك يجيبوا تقطع جر وتجيبوا هنا بعدك تدقوا خايتو ممكن تلقى 3000 ولا 2000. والله المهنة دي متوارثة عندنا يعني من جدودنا، هاي مهنة قديمة سجلها في شركة ديال معروفين بمهنة الطوب وكذا، يعني من جدودنا يعني حاجة متوارثة. مهنة الطوب الأحمر دي عندنا بتبدأ من يعني من الطمي من البحر، يعني الطين اللي بيجيبه البحر الطمي، وتالي بتضاف عليها الزبالة بتاعت البقر، وياهو العمال شايفون زي ما انت شايف بيكسروا الطين بيخلطوه بالزبالة دي وبيشتغلوه يعني مرحلة مرحلة. مرحلة الأولى مرحلة التخمير، يعني بخمروا الطين ده بالزبالة، وتاني هو بيشتغلوه بالقوالب والحياة دي زي ما انت شايف. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.